أهلا بكم إلى موجز الأخبار من أونلايف. انطلق منذ قليل الفصل الدراسي الثاني في الجامعات والمدارس، حيث ينتظم 2.5 مليون طالب على مستوى جامعات الجمهورية اليوم وغدا بالفصل الدراسي الثاني الذي يستمر 16 أسبوع، فيما استقبلت مدارس 11 محافظة طلابها في مستهل الفصل الدراسي الثاني، على أن تنتظم الدراسة في باقي محافظات الجمهورية غدا بواقع 21 مليون طالب. تواصل القوات التركية عملياتها العسكرية لليوم 15 على التوالي في منطقة عفرين بمحافظة حلب، إذ تواصل الطائرات التركية قصفها المكثف وغاراتها على مواقع المسلحين الأكراد بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في القسم الشمالي من منطقة عفرين، حيث تمكنت القوات التركية من بسط سيطرتها حتى الآن على 15 قرية ومنطقة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعين لحزب الله اللبناني، وأكدت الوزارة أنه بموجب قوانين العقوبات المالية تمت الموافقة على معاقبة 6 أشخاص و7 كيانات، وأضافت الخزانة الأمريكية أن الكيانات السبعة هي شركات تقع مقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا. أفاد تقرير أعده مراقبون مستقلون من الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية انتهكت عقوبات مفروضة من المنظمة الدولية وجنت 200 مليون دولار خلال العام الماضي جراء صادرات سلع محظورة، واتهم التقرير بيونغ يانغ بإرسال أسلحة إلى سوريا وميانمار وشحنات من الفحم لموانئ في دول تشمل روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام باستخدام أوراق مزورة. طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الرئيسية في أزمة كوريا الشمالية بعقد محادثات جادة لبناء على الاختراق الذي تم إحداثه في العلاقات بين بيونغ يانغ وسول، وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستقوم بكل ما يمكن لتشجيع مثل تلك المحادثات. لقاء إخباري تالي على رأس الساعة.